حلب. محمد نور مراسل شبكة شام الإخبارية، أهلا بك معنا محمد. البداية من محيط مبنى فرع المخابرات الجوية، ما هي آخر التطورات هناك؟ نعم، يعني غزوة الاعتصام ما تزال مستمرة في مدينة حلب. فرع المخابرات الجوية ما زال محاصرة من قبل الثوار. طبعا هي العملية الأكثر تكتيكا بالنسبة للثوار. الآن مع تقدم الثوار في أبنية جمعية الزهراء ليصبح عدد المباني التي سيطر عليها إلى 20 مبنى. طبعا هي عملية التفاف منظمة للثوار إلى نحو فرع المخابرات الجوية والسيطر على فرع الهلال الأحمر ومبنى الخدمات الفنية. طبعا هذه كلها بالقرب من فرع المخابرات الجوية وهي محاذاة المخابرات الجوية، لذلك النظام يستميت في الدفاع عن هذه النقطة، وبالأخص أن دخول الجيش الحر أصبح من محورين بعد السيطرة على الصالات الصناعية ودخوله باتجاه حي جمعية الزهراء، وبالتالي يعني قوة النظام أصبحت محدودة للدفاع عن جبهتين. وعناصر الآن هم بحالة هستيريا طبعا كما نسمعهم على القبضات ومن خلال نقل الثوار ما يجري في داخل هذه المعركة. أيضا هي معركة طبعا في تكتيك عالي وفي تنسيق تام بين الجيش السوري الحر وجميع الفصائل العسكرية المشاركة. طبعا بالنظر إلى ما يجري في حي الراموسة، طبعا هي غزوة واحدة ومعركة واحدة. طبعا الثوار اقتحموا حي الراموسة وسيطروا على الكراجات المحازية للكير الكلية المدفعية والفنية الجوية وكلية التسليح، جميع هذه الكليات تقع في حي الراموسة، بالإضافة إلى قطع خط الإمداد الرئيسي والوحيد لقوات النظام باتجاه معامل الدفاع وهو خط الراموسة. طبعا بعد اقتحام من حي العامرية وصولا إلى كراجات الراموسة، والآن الاشتباكات العنيفة تجري في الكازية العسكرية المحازية تماما لهذه الكليات. أيضا في الجبهة المحازية لها تماما وهي سوق الجبس بعد سيطرة الثوار على سوق الجبس وتقدمهم باتجاه تلة الشرفة وتلة مؤتة وفي محيط مدرسة الحكمة. طبعا مدرسة بيت الحكمة منذ قليل دارت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تدمير دبابة للثوار صباحا في هذه المنطقة وتقدم ملحوظ في هذه يشهدها هذه المنطقة. أيضا لو انتقلنا يعني الطريق الإمداد الرئيسي لقوات النظام من وإلى حلب، طبعا اليوم صباحا تمكن الثوار من تحرير حاجز الشيخ هلال بين منطقة السرية في حماة ومنطقة خناصر. محمد، هو طريق حلب خناصر الذي نتحدث عنه أم أنه طريق آخر تتحدث عنه الآن؟ نعم، هو الطريق الوحيد الذي يصل قوات النظام إلى حلب. طبعا يسلك قوات النظام طريق أثرية من حماة باتجاه خناصر في ريف حلب الجنوبي ومن ثم إلى معامل الدفاع وإلى مطار حلب من الجهة الشرقية لمدينة حلب، ولكن الطريق الرئيسي الذي قطعه الثوار اليوم هو خط الراموسة، يعني معامل الدفاع إن أرادت أن ترسل تعزيزات باتجاه حي الراموسة وهو أولى الأحياء من التي يصلها التعزيزات لكي يصل إلى فرع المخابرات الجوية أو إلى الأحياء الغربية التي تحت نيران الثوار الآن. يعني إن نظرنا إلى عمق العملية أو الاستراتيجية العملية الكبيرة التي أطلقها الثوار من الأحياء الشمالية من حي جمعية الزهراء بمحاذاة الأحياء الغربية إلى الأحياء الجنوبية لمدينة حلب المتمثلة في حي الراموسة ومعمل الإسمنت والستكوب في حي الشيخ سعيد الذي يشهد الآن اشتباكات عنيفة للثوار، ولكن هنالك عائق وحيد في وجه الثوار هو المدنيين الموجودين الآن في الأبنية المجاورة أو في الأبنية التي تشهد اشتباكات عنيفة. طبعا الثوار ناشدوا الأهالي ونحن الآن نناشدهم عبر قناتكم أن يبتعدوا من هذه الأماكن لأن نظرا لشراسة المعركة ونظرا لحاجة الثوار لاستخدام الأسلحة يعني الثقيلة. محمد، هل بإمكان هؤلاء المدنيين الخروج بسلام من منازلهم أم أنهم محاصرون بالاشتباكات؟ نعم، بإمكانهم الخروج من أماكنهم إلى أماكن أكثر أمنا إلى عمق مدينة حلب، ولكن قوات النظام وردت أنباء أنهم تمنعهم وخاصة ما شاهدناه في حي جمعية الزهراء. طبعا الثوار حاولوا استخدام المدافع الثقيلة ولكن أتت دون الجدوى لأن هنالك المدنيين وخاصة في مدرسة محازية لدوار المالية وجد فيها عدد كبير من النازحين، لذلك يصعب على الثوار استخدام هذه الأسلحة ونحن نطالبهم بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات. طبعا قوات النظام لو نظرنا نعود إلى هذه المعركة وأهمية المعركة واستراتيجيتها،
النظام منذ 5 أشهر حول حشد، وهنالك معارك ضخمه جرت في منطقه النقارين ومنطقه الشيخ نجار طبعا. نعم. خلال 5 أشهر الان قوات النظام ان ارادت ارسال تعزيزات الى قواتها في الجبهه الغربيه لمدينه حلب سوف تخسر جهد 5 أشهر من الجهه الشرقيه لمدينه حلب، وان لم ترسل التعزيزات الى الجهه الغربيه فبالتالي فهي تخسر الجهه الغربيه لمدينه حلب. لذلك نتوقع رده فعل قويه لقوات النظام كما شاهدنا اليوم بانقصف عنيف عبر مروحيات قوات النظام وعبر صواريخ اسكود. بالامس سقط صاروخي سكود في مدينة عنادان، واليوم وأثناء أداء صلاة الجمعة سقط صاروخ سكود في بلدة حيان، وأيضا 5 براميل متفجرة في بلدة قبطان الجبل مما حصد 4 أرواح بشرية، أيضا في حي مساكن هنانو 10 البراميل المتفجرة على الأحياء الشرقية. لذلك والآن أنباء يعني ترد وحي من غرفة العمليات أنباء عن قيام قوات النظام أطلاق صواريخ أسكود باتجاه نعم. مدينة حلب. أيضا هنالك فرع المخابرات الجوية طبعا له أهمية كبيرة، وهنالك يعني هنا طيب يعني هل سجل سقوط صواريخ سكود في حلب يعني؟ نعم 3 صواريخ، لا ندري إن كان سكود أم صواريخ أرض أرض، ولكن هي ذات قوة تدميرية كبيرة ما شاهدناه في بلدة حيان اليوم وعند صلاة الجمعة، وفي بلدة عنادان بالأمس صاروخين سكود أيضا في هذه البلدة، وأيضا البراميل الفراغية من طيران المروحي لا تقل يعني عن صواريخ سكود التي تحصد أرواح عشرات المدنيين في مدينة حلب بالإضافة إلى الدمار الواسع. ولذلك نحن الآن يعني لا أدري إن كان يسعني الوقت لمناشدة الأهالي بترك مواقعهم أو إخلاء منازلهم في مناطق الاشتباكات لكي يدعموا نعم. الجيش الحر، يعني بإخلاء أماكنهم أماكن الاشتباكات التي تشهدها المنطقة مناطقهم، فهم يدعمون الجيش الحر في استخدام الأسلحة الصحيحة. نعم، شكرا لك، كان معنا عبر الهاتف من حلب محمد نور مراسل شبكة